السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أجاوب على سؤال زميلكم، إنه كيف يمكن إدخال أو طلب من المستخدم 3 أرقام وطباعة الناتج إما يساوي الطرح أو الجمع. فالإجابة على هذا السؤال هنا عندنا، سويت رول اسمها read 3 numbers، خزنته في read 3 no، وطلبت من المستخدم انه يدخل اول رقم وخزنته في x1، وطلبت انه يدخل ثاني رقم وخزنته في x2. طبعا هنا في new line ياخذ سطر جديد بعد ما ادخل القيمة، وهنا طلبت منه اللي هو الرقم الثالث اللي هو x3 ويطبع القيمة. طيب بعدين قلت sum اللي هو المتغير المجموع is يساوي x1 زائد x2 زائد x3، بعدين and، اطبع لي هذه الرسالة، وبعدين قول انه يساوي sum وخذ سطر جديد. طيب وهنا سوينا عملية الطرح، وهنا الناتج او اللي حيطبعه في البرولوج في البرنامج، وبعدين رايت اللي هي الناتج حق الطرح. طيب بعدين سطر جديد ونوقف البرنامج. طيب نجي ننفذ، هنا نكتب اللي هي consult read 3 no. طيب بعدين قلنا read 3 numbers، الحين يطلب اول رقم، مثلا بدخل انه 3 بعدين نقطة، انتر الرقم الثاني 2 بعدين نقطة، انتر الرقم الثالث 1 وبعدين نقطة. في النهاية يقول لي انه x1 اللي هي 3 زائد x2 زائد x3 اللي هي 1 يساوي 6، وبعدين 3 ناقص 2 ناقص 1 يساوي 0. وهذه هي طريقة حل سؤال زميلكم. أتمنى أنكم استفدتم من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.